بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بالجميع. هذه تتمة لسلسلة أسر وقبائل الخليج، والتي أعرض فيها تاريخ الأسر والقبائل في الخليج وما قدمتها لأوطانها عبر التاريخ. وأشكر كل من تفاعل مع هذه السلسلة من الأسر والقبائل الخليجية وأرسل لي بالمعلومات المزودة بالصور والموثقة بالوثائق والمصادر الموثوق بها. وما زلنا نعرض شيئا من هذه السلسلة، والمجال مفتوح لمن أراد أن نعرض شيئا من تاريخ أسرته وقبيلته بالبحث وفق المصادر الموثوقة مع الوثائق وتزويدها بالصور إن شاء الله. سبق وأن ذكرنا أن هناك الكثير من القبائل العربية التي كانت تسكن الساحل الغربي للخليج العربي، ثم نزحت لأسباب مختلفة، قد تكون أسبابا سياسية أو اقتصادية أو أمنية، إلى الساحل الشرقي للخليج العربي، وجاورت العديد من القبائل العربية. فالساحل كله ما بين الأحواز إلى بلوشستان، هذه كلها قبائل عربية، وقامت لهم إمارات مشهورة عبر التاريخ، لعلنا نذكرها لاحقا إذا ذكرنا بعض الأسر والقبائل التي استوطنت ذلك المكان. استوطنت هذه القبائل العربية، وكان من جملة من سكن العديد من الأسر التي تنتمي إلى قبيلة بني خالد، ومنهم الأنصور من بني خالد. ومن هذه الأسر أسرة مال الله، وهم من الأنصور من بني خالد، من الأسر الكويتية الشهيرة التي استوطنت الكويت قديما، وكانت قد سكنت في الساحل الغربي ثم نزحت إلى الساحل الشرقي واستقرت هناك فترة من الزمن. وإذا قلنا بأن هناك أسرة أو قبيلة سكنت الساحل الشرقي للخليج العربي، فغالبا هي أسر يقوم اقتصادها على الجانب الاقتصادي البحري، سواء كان في صيد الأسماك أو في السفر الشهير إلى الهند، إلى سواحل شرق إفريقيا ونحوها. أسرة مال الله منصور من بني خالد إحدى الأسر الشهيرة التي استوطنت الساحل الغربي، ثم رحلت إلى الساحل الشرقي وسكنت هناك ومكثت فترة من الزمن، وكونت لها ذكرا طيبا، وعرفت ما بين الأسر والقبائل المجاورة لها بنسبها العربي الصحيح أولا، من خلال مصاهراتها، من خلال عاداتها وتقاليدها، ثم عرفت أيضا بأنها أسرة بحرية، أسرة نواخذة، امتهنوا هذه المهنة كابرا عن كابر. لم تستقر هذه الأسر والقبائل العربية في الساحل الشرقي للخليج العربي بسبب الأطماع الفارسية، ولم يكن الأمر مقتصرا على الجانب السياسي فقط، بل تعدى ذلك إلى الجانب الديني، تهديد الناس بمذاهبهم، والجانب الاجتماعي، تهديد الناس بعاداتهم وتقاليدهم، والجانب الجغرافي بتزوير كثير من الأماكن التاريخية، والجانب الأمني الذي حصلت فيه الكثير من الحروب ما بين الفرس وهذه القبائل العربية، التي اضطر كثير منها إلى الهجرة بالعودة إلى مواطنها الأصلية من الساحل الغربي من الخليج العربي، ورجعت إلى نواحي الجزيرة العربية في دول الخليج اليوم، بدءا من عمان إلى الكويت، عمان والإمارات والسعودية وقطر والبحرين والكويت، رجعت هذه الأسر والقبائل الخليجية، ومنها أسرة مال الله التي رجعت إلى الكويت وسكنت في الكويت في فيلكة في سنة 1880. ذكرنا قبل قليل أن أسرة مال الله عرفت بالجانب البحري، سواء بصيد الأسماك أو بالسفر إلى نواحي موانئ الهند والخليج العربي وبحر العرب وساحل شرق إفريقيا وغيرها، فهي أسرة تتميز بكثرة نواخذها أهل بحر. وكان من جملة الأماكن التي عرفتها أسرة مال الله إبان سكنها في الساحل الشرقي للخليج العربي جزيرة فيلكة، عرفت أن هذه الجزيرة تتبع الكويت أو إمارة القرين من بني خالد قبل لا يحكمون الصباح، فهم قريبون منها، قريبون منها نسبا، وقريبون منها أيضا من الناحية الجغرافية. ثم هي جزيرة سكنتها العديد من القبائل العربية، ولذلك نزحت إليها أسرة مال الله في حدود سنة 1880، ولم تنزح كل الأسر المتعلقة بها، فهناك أسرة عبد الله الزاير الذي لقب بهذا لكثرة زيارته لرحمه، بقيت أسرة عبد الله الزاير وفروعها في الساحل الشرقي، وذرية آل عبد الله الذي عرف بعبد الله الزاير، وهم أبناء عمومة أسرة مال الله، ذريته هم طاهر ومطر ويوسف ومحمد وابراهيم وعلي. هذه أسر عرفت أيضا بالنشاط البحري، خاصة أسرة طاهر من أشهر الأسر التي سكنت جزيرة فيلكة، وعرفت بكثرة مراكبها البحرية وشهرتها الكبيرة في الكويت وفي جزيرة فيلكة خصوصا، وكانت لهم مراكب تقطع سواحل الخليج العربي إلى بحر العرب والمحيط الهندي.
أسوة بأبناء عمومته من أسرة معل الله. ولعله إن شاء الله لاحقا نفرد الكلام على أسرة الطاهر إن شاء الله إذا تواصلنا مع ذرية هذه الأسرة الكريمة التي لها ذكر كبير في تاريخ الكويت. سكنت أسرة مال الله من نصور من بني خالد جزيرة فيلتشا، وجاورت العديد من القبائل العربية والأسر الكريمة التي سكنت جزيرة فيلتشا قبل أسرة مال الله أو بعد أسرة مال الله، لكن أسرة مال الله صار لها ذكر خاصة عند حكام الكويت ووجهائها. صار لهم ذكر لأنهم نواخذ أهل البحر كما سيأتي، صار لهم ذكر لأنهم عرفوا كثير من الأسر خاصة في أيام التجنيس. كان بعض أبناء أسرة مال الله يشهدون لبعض الناس أن من الأسرة أو حتى من أهل فيلتشا، صار لهم ذكر بكثرة أسلاحهم سلاحهم، كان لهم مخازن أيضا للسلاح، صار لهم ذكر بكثرة مزارعهم، كانت لهم مزارع مسورة في جزيرة فيلتشا. شيدوا المسجد الشهير بمسجد مال الله الذي بنته الأسرة ثم رممته أسرة الطاهر وصار يعرف بعد ذلك بمسجد الطاهر، صارت لهم نقعة مشهورة مع أبناء عمومتهم من الطاهر. إذن صار لهم ذكر كبير في جزيرة فيلتشا وهو الذي أكسبهم ما سيأتي. تميزت أسرة مال الله أيضا بمناصب لصيد السمك لحضور الشهيرة، والحضور كانت مثل العقار الموجود الآن، تباع وتشترى ولها وثائق شهيرة وتكلم عنها العديد من الباحثين الكويتيين، فكانت لهم حضور شهيرة وهذا يدل على الغنى بالنسبة لهذه الأسرة. كما أنه قد تولى بعض أبناء هذه الأسرة مختارية فيلتشا، ومنهم حسين محمد يوسف مال الله رحمه الله تعالى، والذي تولاها ما بين سنة 1962 إلى سنة 1974. كانت أسرة مال الله ترتبط بعلاقة وثيقة مع حكام الكويت، خاصة الشيخ عبد الله السالم رحمه الله تعالى الذي كان دائما يزور جزيرة فيلتشا، وبعض أبناء أسرة الصباح، كما كانت تربطهم علاقة وثيقة بآل ثاني حكام قطر وآل خليفة حكام البحرين أيضا. برزت العديد من الأسماء من أبناء أسرة مال الله التي انخرطت في مهنة الآباء والأجداد، وهي قيادة المراكب الشراعية لصيد الأسماك أو المراكب التجارية التي تنطلق إلى سواحل الهند وشرق أفريقيا، ومن أشهرهم النوخذة أحمد مال الله الجبري الخالدي رحمه الله تعالى، والمولود في سنة 1850 والذي تولى إدارة أسرته ومسؤوليتهم بعد وفاة والده النوخذة مال الله رحمه الله تعالى غريقا في القرب من بندر ديلم. والنوخذة أحمد مال الله رحمه الله تعالى كان من وجهاء قومه ومن وجهاء جزيرة فيلتشا، وكان معروفا بعقله وحكمته وحله الكثير من الخلافات والنزاعات التي ما زال أهل فيلتشا يتداولونها إلى اليوم. وذكر اسمه في دفعه لقلاطة التي كانت تدفع للشيخ مبارك الصباح من النواخذة في سنة 1911. ومن النواخذة المشهورين من أسرة مال الله النوخذة يوسف مال الله، يوسف مال الله الجبري الخالدي رحمه الله تعالى، المولود في سنة 1870، وهو أخو النوخذة أحمد مال الله. والنوخذة يوسف كان نوخذة سفر وغوص، وامتلك العديد من المراكب البحرية منها إقبال والعنيدة، والعنيدة سميت كذلك لأنها كانت لها لأنها لها شراع، فلما بغوا يركبون لها مكينة ولدها يعقوب لكثرة الأعطال اللي فيها سموها العنيدة. والنوخذة يوسف مال الله رحمه الله تعالى انطلق أيضا إلى نواحي سواحل سيلان سريلانكا، وجد دانة هناك باعها في سفرة تلك. ومن نواخذة أسرة مال الله أيضا النوخذة حسن ابن النوخذة أحمد ابن النوخذة مال الله يوسف مال الله الجبري الخالدي رحمه الله تعالى، وهو يمتلك تصريح يعتبر بمثابة جواز السفر صدر قديما، ذكر فيه سنة ميلاده في جزيرة فيلتشا في سنة 1886، وقد امتلك رحمه الله العديد من المراكب البحرية ولازم والده حتى صار من نواخذة الكويت المشهورين. ومن نواخذة أسرة مال الله المشهورين والذين مارسوا مهنة صيد الأسماك النوخذة محمد يوسف مال الله الجبري الخالدي رحمه الله تعالى، والمولود في سنة 1910، الذي لازم والده وتعلم منه حرفة صيد الأسماك وقيادة المراكب البحرية، وسافر معه إلى موانئ سواحل الهند وغيرها، وصار بعد ذلك من النواخذة المشهورين، وامتلك مراكب خاصة فيه، امتلك شوعي خاص فيه، جالبوت خاص فيه اسمه إقبال، وصار متميزا أيضا بصيد الأسماك في الكويت. النوخذة يعقوب يوسف مال الله رحمه الله تعالى، والمولود في سنة 1920، كان مولعا بالتصوير، وقد رافق والده في العديد من السفرات البحرية إلى نواحي الهند، والتقط العديد من الصور له ولوالده. لما رجعوا الكويت والده النوخذة يوسف مال الله التقى أحد مشايخ فيلتشا الشيخ المشهور محمد أحمد الخلف رحمه الله تعالى،
وكان الشيخ محمد الخلف رحمه الله يرى حرمة التصوير، فنهى النوخذة يوسف مع الله عن الاحتفاظ بهذه الصور، فأمر النوخذة يوسف ولده النوخذة يعقوب بتقطيع هذه الصور فقطعها، ثم يقول النوخذة يعقوب: ندمت على ذلك. النوخذة عبد العزيز حسن مع الله الجبري الخالدي رحمه الله تعالى من نواخذة فيلتشة المشهورين، وقد كان رحمه الله تعالى يمتلك حضرات في جزيرة فيلتشة لصيد الأسماك، ثم بعد ذلك عمل في ميناء الشويخ ومنح شهادة نوخذة إلى أن تقاعده في سنة 1979، وقد ظل على هذه الحال إلى أن توفي رحمه الله تعالى في سنة 1996. من نواخذة أسرة فيلتشة المشهورين النوخذة خلف مال الله الجبري الخالدي أسد البحر رحمه الله تعالى، والمولود في سنة 1880، ويكاد يكون النوخذة خلف مال الله من أشهر النواخذة الكويتيين فضلا عن أسرة مال الله فضلا عن جزيرة فيلتشة، وقد عرف رحمه الله تعالى باجتيازه الصعاب وكثرة كوبا المراكب البحرية وكثرة أسفاره، وأخباره كثيرة جدا، حتى إنه رحمه الله تعالى ذكر في العديد من الكتابات والروزنامات والأدباء والبحاثة والمؤرخين كانوا يشيرون إلى عقله وذكائه وشجاعته وتمرسه الصعاب في قيادته المراكب البحرية رحمه الله تعالى. توفي النوخذة خلف مال الله رحمه الله تعالى في سنة 1961، وقد رزقه الله أبناء بررة مارسوا البحر كأبيهم، منهم محمد وحسين الذي لازم والده وكان بارا به لم يتركه حتى توفي رحمه الله، وأيضا خالد وعبد العزيز. من نواخذة أسرة مال الله المشهورين النوخذة مال الله أحمد مال الله رحمه الله تعالى، والمولود في سنة 1895، وقد جرت له حادثة في المحيط الهندي دونتها الوثائق البريطانية والعربية، غرق أو طبع له مركب فتح الخير وكانت فيه أمانة لعبد المحسن للسالي فيها ذهب، فلما رجع الكويت توجه مباشرة لعبد المحسن للسالي وقال: اللي تامر فيه أنا حاضر. قال له: حشا والله ما يجيني منك فلس، والحمد لله على سلامتكم. وكان النوخذة مال الله رحمه الله تعالى مثالا للصدق والوفاء والشجاعة رحمه الله. ومنهم أيضا النوخذة عيسى عبد العزيز حسن مال الله رحمه الله، والذي يعد آخر نواخذة السفر من أسرة مال الله، ولد في سنة 1930 ودرس في كتاتيب فيلتشة وتعلم البحر من أسرته، وصار مثالا للنوخذة الشهير، كما أنه كان يحتفظ بالعديد من الآلات والخرائط التي ورثها أبناؤه بعده. طبعا منذ أيام الغزو العراقي لم تعد الأسر التي كانت تسكن جزيرة فيلتشة إليها بعد الغزو بسبب الخراب الذي عم هذه الجزيرة، ولذلك أسرة مال الله الخالدية مثلها مثل باقي الأسر الكويتية استقرت في الكثير من المناطق الكويتية، ولهم دواوينهم وشخصياتهم ولهم الشأن الذي يعرف، وبقي لنا الذكر الخالد الذي خلده الأبناء وبقي محفوظا بحمد الله في كتب صنفت عن هذه الأسرة الجبرية الخالدية، والتي تعد من أشهر الأسر الكويتية التي ركبت البحر وعرضت. ولا شك أن الكلام عن أسرة مال الله أهل فيلتشة يطول جدا، وهناك العديد من النواخذة التي يصعب حصرهم، لكن الوقت ضيق جدا والمجال مفتوح على العموم لمن أراد أن يشارك في التعريف بأسرته وتاريخها بالوثائق والمعلومات الموثقة المؤكدة مع الصور، فنحن على أتم الاستعداد إن شاء الله. شوفكم على خير. وثق تاريخ مؤسستك، وثق تاريخ عائلتك، وثق تاريخك الشخصي. آثار للأعمال التاريخية والتوثيق، فريق متخصص وذو خبرة طويلة متميزة. استلم توثيقك على شكل فيلم تسجيلي أو كتاب بإشراف الأستاذ عبد العزيز العويس. آثار للأعمال التاريخية.